سند جورد تطبيل عتناد يكسر وركتي أساس كشركة داسل مع جروب أوف كمبنيس أيها الوقت في مجال ذلك تجي عاصمة دادين كاسومالي دا مناسبة الدنيا أيها وحق السوق بقري مرتشرف كردون أو جور ريو ما يرك عاصمة ذلك تجاه إنجنير سياد عبد أحمد يمسؤولين تحكومة دادين كاسومالي دا وحنا جور أنت كهلاي ما مملكة شركة داسل مع جروب أوف كمبني مركب كوبات وحنا مهر علنا يا إلهي جل جلاله إلهي أودا أن مانتا أنو أن لا نعي أن ترينكرين ينم هذا إلهي نسيء سوونا إنوشة إلهينا ينم هذا أن ترينكرين نسيء نو قلا دستي إلى سان ما علنيا كدي من واحد ما هذا عن بلارن مانتا ساكو ما علنيا أن مرتدا خالقة إنو تمن أنا جو كوه هذايا أفك الشركة دسلم جروب مركا واحد لا هاي لما أنتين بواد ما سنتين خير الله نسيو مانتا وعمالنا الفرح سنة هاي رنعتي شغالة دسلم جروب أنت هذا شوكت أنا وأنت شغاله أي أما حول وذا هذا سلم جورو أسوأ كشان لما أنت لقي مشغولين كي يقابع شوكين وحمد الله يا أنا قال قبل عبو إلا أمان حمرها شوكة أنا أفكر يكو هذا يا وحن أنا هو أنا أبالي نكدي جنا ما أنت هو مالي فرحدين وحن أبالي نكدي جناي إنا إن شاء الله يبقى ندي موشناي مالنتي أنا دوكا وش علينا الفرح سنين وادي يعني وأنا دي مرتقلي لي أنت أصل مدار يكسرنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو كلي وحى ماذا شكا هلاي مرت شرفتي كل دوني ده كسوق يبقى شيء حفلة ده سرد جورة ده سي. وحى فرحة بي مر لباد نوع إن كسوق يبقى لنا حفلة ده لقو معموس هيو سند جورة ده لبي تبنات شركة دعان كه سلم جروب وقناع سحقيدي ونورن كرنا هوس بوكا سوق بلامي ما انتر مشي للربو مريا حقيقة قناعسي كان سيدي حبني يقول الشيخين كل بركة كمان مغنوه وقناعسي دين تقدون دولويين تحصل لك يا عبا إني حقيقة إتهاينا إني بركة بدن كجرته ساسو كالوحة لا دقو فرحسن نهي سوجدين تلا سوجدية يا قناعسي ومشو مرة يمشو كبل عمي تعرف تقدن وحوين من نوته قناعسي كانت بدن حصل لك بلعبو يكور لي مادو وإلهي نقرب قبته بركة بدن بوهليا حاجي جو حياه نسلنا هاي متخانة وكل يبان مشاهدة بدن ومجالن جيجيكو يلا سعادة سي دروس بدن ومجالا ده متخانة كسر عطوا مان تقران كلو حفيد الدين تلو برتو حقيقة وكقيب قات وحمر صد هذه مرة فرد بعد وجو برحسننا إن كسر قيب قالنا حفلة ده لو حسيو هولا هنقرأ سكا مجالا ده مجالا جيجيكو بحان ثاي نمتخانة نقرأ سو قيب قال ساسو كلام مجالا ده مهوي وياه ندم بوا حكي جرا كل أي باهي بدن ولا حيد متخانة حق سحر برك وجرا ugu dambeeyay waxaan salaamayaa ka soo qayb galayaashan munaasabadan aan ku soo gabagabeyn lahaa haajigu kullay wax weyn dadaalka uu wadanaa siyaadiyo allahna u barakeeyo allahna u siyaadiyo kullay intaas aan ku soo koobi lahaa waqtiga yar oo awgeed aadi aadayni salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa farxad weyn ii ah inaan maanta munaasabadan sanad guurada 12aad ee Salma Group Company فرحت أن لقي يسدو ما أنت سلم جروب وح هلكن سوق جرسي وح نعمل سنة هاي أنت أي سي سدين تيني تاي وح أن لي هاي جن عسى تدا تسالة وأنا أقسم بقول تاي وح أن شعلان لها إن تسالها وأنا أقسم لك قد يدو أو دت كان إلى هاي وحود يبين أي ديري جليان إن دين تينا كر لوقا دو وح بدن لك قبته marka aanu imaado waxa kale oo aad ugu faraxsanahay wax qabadkii quruxda badnaa ee halkan lagu soo jeediyay midan aad u bogaadinayo weeyaan qofku marka uu hami iyo himilo leeyahay inuu qorshihiisa ka mid dhaliyana ay ka go'an tahay waxaynu ognahay inuu ganacsi yahay waxa koobaad uu rasuulkeenu duceeyay ee qofku uu ku liibaano inuu yahay ganacsiga ay isku soo wada duubo hanaqaadka shirkadda Salma Group ayay ka soo wareegtay muddo dhan 72 sano oo maanta xuskeeda lagu qabtay magaalada Jigjiga Sirin Maxamed MMTV Jigjiga wow asbuulki soo fiicay saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubasan waxa ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa